عديدة للتقليد، ولكن في النهاية لابد من أن كل متسابق يتميز بأداء يختلف به عن المتسابق الآخر لكي يستطيع الاستمرار في المنافسة. في القلب غصة كبيرة، ولنا في رب العالمين ظن لن يخيب. اللهم إننا استودعناك فلسطين برها وبحرها وجوها، اللهم إننا استودعناك أهلها صغارها وكبارها. اللهم فلسطين في ودائعك يا أرحم الراحمين. سيداتي أنا سادتي أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المساعيد ناقلا وواصفا لموقعة مرسول بارك بين منتخبنا الوطني المنتخب الأردني ومضيفه المنتخب السعودي في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. لعب يا موسى التعمري، موسى التعمري مر، شوت يا موسى، موسى شوت، جول! ريال مدريد ليس بالسهل. نعم، زين الدين زيدان أنا باللقطة وبالصورة. مرة أخرى تعود الكرة لكرفغال، كرفغال يراوغ ويسدد، لكن الحارس يصطد، الحارس يقول أنا موجود، كرفغال يضيع. مرة أخرى رونالدو عرضية، الله! أهلا وسهلا بكم متابعينا في المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة. النشامة يلعبون ديربي الشام اليوم، الأردن مع سوريا. عامر شفيع وعمر السومة، قرعة البداية، بالتوفيق للنشامة. كل قلوب الأردنيين الآن خلف الشاشات تتسمر وتدعو لكم يا أبطال بالعودة فائزين بعون الله والتأهل. سالم العجالين، سالم إعاقة من مارديك مارديكيان اللي يلعب في الدوري الأردني، طبعا بطاقة صفراء لمارديك. سالم، ما شاء الله عليك يا سالم. سالم داخل منطقة الجزاء، سعيد، الله، متى تأتي الأخبار السعيدة يا مرجان؟ كرة عند بهاء عبد الرحمن، بهاء يتركها ليوسف، يوسف لموسى، موسى يسدد على القائم. كرة عند عمر خريبين، عمر إلى السومة، مرت بردا وسلاما على مرمى عامر شفيع. شكرا للزملاء في الاستوديو التحليلي، تحية طيبة ملؤها المحبة والود، نجددها لكم مشاهدينا الأعزاء عبر قناتكم الأردن الرياضية. في ظل هذه الأجواء الباردة التي ما زلنا نعايشها في مملكتنا الحبيبة، فالحرارة بدرجاتها 8 تخيم على أرضية استاد الأمير محمد هنا في مدينة الزرقاء. فعلها الكوبرا، فعلها القائد المجنون حمزة الدردور، وفك شفرة الكواملة في الوقت القاتل، في الوقت القاتل من عمر المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعين عبر قناتكم قناة الأردن الرياضية، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى أولى مشاهد الموسم الكروي الجديد. نعود إليكم وكلنا شوق إليكم، نعود بعد غياب طويل وسبات كروي طويل، نعود إليكم مع هذه البطولة، بطولة الدرع المئوية بحلتها الجديدة والمباراة الافتتاحية. فريق الفيصلي حامل اللقب يبدأ اليوم رحلته، رحلة الدفاع عن اللقب، عندما يلتقي مع فريق مغير السرحان الذي يخوض الموسم الكروي الثاني على التوالي في عالم الكبار.
تكن سهلة، لن تكن سهلة، هي نهاية كأس الكؤوس والفريقين هم أصل البطولات والأمجاد، لن يسقطوا في هذه الليلة بسهولة، يريدون انتصار. يا بيكي يا بيكي يا بيكي، ما الذي فعلته يا بيكي؟ ما الذي صنعته يا بيكي أمام البرتغال وأمام كريستيانو رونالدو؟ هل يعود للمباراة مرة أخرى؟ هل يرجع من دور رونالدو في كأس العالم للمباراة في آخر الدقائق؟ ضربة حرة خطيرة، رونالدو يستعد، تركيز للأنف للإذن للرجل للقدم، رونالدو الآن يحبس الأنفاس، هل يحبس أنفاسنا ويسجل الهدف الثالث أمام منتخب إسبانيا؟ هل نرى التعادل من جديد؟ رونالدو الآن في ضربة حرة، أوبا بابا خطيرة، رونالدو في تنفيذ المخالفة، رونالدو با 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 با. هنا الأردن، هنا النشامة، هنا أزرق السماء وأخضر الأرض، وما بين السماء والأرض جمهور يعشق كرة القدم. هنا الفيصلي، هنا الوحدات، هنا الزعيم، هنا المارب، لا صوت يعلو فوق صوت الدربي. كلاسيكو الأردن، كل الرحال تشد إلى استاد عمان، لا ترى أحدا الآن في الطرقات، إما في الاستاد أو على المقاهي أو في البيوت، يرتب لسعادة ما بعدها سعادة. هي مباراة من العيار الثقيل، لا بد من انكسار وانتصار، لكنها أصبحت رمية تماس صالح نادي الأهلي. الأهلي بآخر 13 دقيقة يحاول التعديل بكل ما أوتي من قوة، لكن لنرى ماذا سيحدث في باقي الدقائق المباراة. الكرة تلعب سريعة أمامي يا عمر، يا ستار، هدف من نار، أسطوري يا عمر، عالمي يا عمر، امبوسيبل يا عمر، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل الأماني وكل الأمنيات وكل السعادة لكم مني أحمد بصبوص من قنوات التلفزيون الأردني في لقاء كبير يجمع منتخبنا النشامة أمام النرويج، في لقاء أيضا يعني لمصلحة الترتيب على سلم الفيفا في هذا اللقاء الكبير. مباراة نار 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 يا حبيبي، نار تجمع بين القطبين، الوحدات، نادي الوحدات، نادي الأبطال، احنا معاكم شو ما صار دايما معاه روحنا فداه. والفيصلي دق 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 دق، الملعب كله أزرق، اليوم مباراة نار تجمع بين القطبين، وهنا ركنية لمصلحة النادي الفيصلي ترفع خطيرة. لا 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 لا. شوف العادة، ضربة ركنية كانت من الإسباني ناتا، ولا سي ولا أجمل، تستقر في شباك مانويل نوير. انتهت الحكاية، انتهت المعركة، الآن الإكسترا تايم سيعرفنا على الفائز في هذا اللقب. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا مشاهدينا أينما كنتم، هنا من استاد عمان نحييكم، هنا من الأراضي الأردنية نبث لكم مباراة الفيصل الزعيم ومباراة المارد الأخضر الوحدات. هذا كلاسيكو، وأي كلاسيكو يا سادة يا كرام. هنا على يسار الشاشة الوحدات، وعلى اليمين يلعب الزعيم الفيصلي يا سادة يا كرام. أي مباراة وأي أجواء، هنا الجماهير التي أتت إلى الميدان لتساند ولتشاهد المتعة
وتشجع فريقها. نعم، لمن سيكون الانتصار ولمن ستكون الكلمة، كلها سنعرفها بعد صفرة الحكم، بعد أن يأذن الحكم بانتهاء الوقت المخصص لهذه المباراة. أي مباراة وأي مباراة، أي أجواء وأي إثارة لما تتكلم وتقول الفيصلي والوحدات، يعني الكلاسيكو، يعني ديربي الإثارة، يعني المتعة، يعني كل شيء. هنا حامل عرين يزيد أبو ليلى للزعيم، وهنا حامل عرين عبدالله الفخوري للمارد الأخضر الوحدات. أجمع الفريقين في تمام الساعة 9 اليوم. هذه المباراة الذي لها عند الجمهور الأردني طابع خاص، طابع ندية، طابع أخوة، طابع محبة. مهما اختلفت الألوان، حب الوطن يجمعنا. الليلة سيواجه النسر الأزرق المارد الأخضر في الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات البي ان سبورت، أسعد الله مساءكم في هذه المباراة النهائية وفي هذه الأمسية الكبيرة، ريال مدريد ليفربول في نهائي دور الأبطال 2022. لمن ستكون الغلبة؟ هل الريال بعادته القديمة والمعتادة سيتوج، أم ليفربول التاريخي العريق؟ حط في الجول فينيسيوس، 1-0 يا ريال، هدف جميل، ملعوبة. شكرا للزميل أيمن جادة، والشكر أيضا موصول لضيوفك الكرام أعزائي المشاهدين المتابعين المستمعين عبر قنوات بي ان سبورتس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل، في هذا اللقاء الرائع الذي يجمع قطبين العالم، ريال مدريد وبرشلونة، لقاء طالما انتظاره. وفي جمال ذلك المستطيل الأخضر، هي ليست كرة قدم بل أكثر، هي آهات شعوب، هي أفراح وأحزان. فلمن الفرح اليوم؟ برشلونة يلعب على الكامب نو متصدرا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، قد يحسم اللقب اليوم إلا إذا كان ريال مدريد له رأي آخر. نبتدئ بتشكيلة برشلونة. في حراسة المرمى ماركو ريتيرشتيغن، على يمين الدفاع كوندي، في وسط الدفاع أروخو وكريستينسن القادم من تشيلسي، على يسار الدفاع بالدي النفاثة، في وسط الميدان بوسكيتس، غافي وبيدري، وفي الهجوم روبرت ليفاندوفسكي القادم من البايرن، على اليمين عثمان ديمبلي، على اليسار فيران توريس. في تشكيلة ريال مدريد تيبو كورتوا في الحراسة، على اليمين داني كارفاخال المخضرم، يلعب في وسط الدفاع ألابا وناتشو، وعلى اليسار كامافينجا، في وسط الملعب يلعب كروس ومودريتش وفالفيردي، وفي الهجوم بنزيما، رودريغاو والساحر البرازيلي الصغير فينيسيوس. هل سيحسم اللقب اليوم؟ سنتساءل عن هذا كثيرا. لتلعب كرة القدم اليوم، ويبدأ الحكم خوسيه مانزانو تلك المباراة التي ينتظرها الجميع. كرة على جهة اليمين لغافي، غافي الصغير في مواجهة كروس ومودريتش، لف دار أعطى الكرة لبيدري، بيدري في وسط الميدان لبوسكيتس، الأمان بالنسبة للبرسا، يرجع في الكرة لكوندي، إعادة بناء الهجمة بالنسبة لبرشلونة، كرة لليفا حولها جول. الله يا ليفا، نعم هو ومن غيره، ليفا هو مهاجم البرسا، نعم ليفا. مشاهدينا متابعينا محبينا، أناديكم وحييكم ولاقيكم من قناة الأردن الرياضية في قمة لقاءات دربيات الكلاسيكيات، إكلاكتات كرة القدم الأردنية، في درع المئوية، في لقاء كبير يجمع الموج الأزرق بأسود المفرق، الفيصلي، الزعامة، الشهامة، الرؤوس والقامة، ضد أسود المفرق مغير السرحان الذي يريد الطموح والجموح والتطور. صافرة البداية وضربة البداية عند من؟ عند الفيصلي، عند الموج الأزرق. فلنبدأ جميعا في قمة مرتقبة وكبيرة. لحظات على المنتخب العراقي، هدف ثالث في آخر دقيقة، 120 دقيقة تعطي الأمال لمنتخب السودرندي، مناف كنية والروماني صفتك الصافرة، فوز العراق، عراقي يا عراق، موطني لك الجلال والجمال والسناء والباو في رباك، في رباك، هل أراك، هل أراك سالما مناعما غانما مكرما، سلامات على الكورة. إذا خلاص خلاص خلاص، يلا يا روماني، وش تريد روماني؟ وعدت من الوسط بعد ضغط أرجنتين
الأرجنتيني الشامل على فرنسا، اليو الفاريز، الفاريز حطها باليمين، أبا 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 خطيرة، ماكاليستر ماكاليستر حطها، دي ماريا حطها حطها حطها، جول دي ماريا، جول. يقتربون من التتويج الأرجنتين، يقتربون، ميسي يقترب، ميسي يقترب من الذهب، ميسي يقترب، هدفان مقابل لا شيء لدى الأرجنتين يا سادة. يلا يا مونتييل حطها يا مونتييل، الأرجنتين الأرجنتين اللقب بعد 36 عاما أم لا؟ مونتييل مونتييل يقترب، مونتييل، الله يا مونتييل. غير محترم المسافة يا سيد الحكم، غير محترم المسافة يا سيد الحكم. آه لو تحطها يا رياض، آه لو تحطها في الجول وتخلصنا يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها وخلصنا يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حط في الجول يا رياض، حط في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر ويقاتل أبناها ويلعب الكرة من أجلها. رياض محرز، رياض رياض رياض. عندنا يا صلاح، مول يا صلاح، اطربنا يا صلاح، الدنيا لو كشرت لي مانيش مغلوب، ومدام توكيلي عليه لازم اعيش في غنى. الفاس لو من ذهب عمره ما زاد عن فاس، الدنيا روايات، الدنيا حكايات، وفيها كل شيء عبرة. اه واللي بيتعب واللي بيشقى بيلقى الخير يا صلاح، بيلقى الخير يا ليفربول. مسا مسا يا ليفربول، مسا مسا يا الدابي، مسا مسا يا صلاح. متابعينا الكرام حياكم الله أينما كنتم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا هنا في هذه الأمسية، أمسية التاريخ، أمسية العراقة، أمسية الماضي والحاضر والمستقبل، هنا في استاد عمان، هنا في عاصمة الأردن الأولى، هنا لحسابات الجولة 12 من دور المحترفين الأردني، قطبين كبيرين، فيصلي والوحدات، الوحدات والفيصلي، سموه كما تريد، سموه كما شئتم. هنالك مباريات تشعر وكأننا الجميع، وكأن الجميع يرتب حياتهم، يرتب مواقعهم، يرتبون يومهم من أجل هذه القمة الكروية. لون أزرق اسمه الفيصلي، موج كبير لا يمكن لك أن تطير وأن تذهب بهذا الجنون، في هذا الخيال. لون أزرق اسمه الفيصلي، طامحين لمجد، ساعين الرغبة، مسلحين بالروح والعزيمة والأسرار. ومن جانب آخر لون أخضر اسمه الوحدات، مسلحين بالقوة وبالعزيمة والأسرار، آمالهم أن يتعدوا الزعيم هنا في سلم الترتيب، المتصدر والوسيط. يحاول الآن فرناندو توريس ضربة ركنية لصالح تشيلسي، خوان ماتا على تنفيذ ديدييه دروغبا. يا الله يا ديدييه. ولكن أفضلية الأهداف ترجح الكفة لنادي الفيصلي على حساب الوحدات. قمة اليوم هي من تحدد من هو أول الترتيب. أول الترتيب يا فيصلاوي، يا سلام هاي اللحظات الجميلة، يا سلام. أنا يعني أستمتع في لحظات الجميلة لما أشوف الجماهير الأردنية وحدات وفيصلي جالسين مع بعضهم. هذه الصورة اللي أتوقع، يا مخرج عيد اللقطة، عيدها، الفيصلي قاعد بحد الوحداتي، وهذا ما نتمناه في ملاعبنا الأردنية. أيوة هي كرة القدم جامعة وليست مفرقة، وبالتالي نتمنى أن نشاهد مباراة جميلة تليق بسمعة قطبي الكرة الأردنية. في أمان الله، أتمنى أن ينال إعجاب. يستلمها ليو ويمرر إلى بوسكيتس،
بوسكيتس إلى راكيتيتش ثم يعيدها للخلف. غوميز يبحث عن الفرصة الذهبية. غوميز بينية خطيرة ولكن ناتشو في التغطية تصل إلى لوكا مودريتش. مودريتش محاصر ويستعيدها جوردي ألبا. ألبا في وسط الملعب. ألبا لسيرجي. سيرجي يضيعها ويسلمها مارسيلو. مارسيلو إلى كريم وبنزيما يعيد إلى الخلف لمسة طويلة إلى كريستيانو. حمليرة إلى كارفخال وبينية كارث بيل ولكن بيكي يصدها. لا يا بيكي. فرصة خطيرة يصدها جيرارد بيكي دفاع النادي البرشلوني. السد المنيع البرشلوني محطم أحلام الريال مدريد. يلعبها عرضية. تيرسيجن يبعدها ومارسيلو كرة عرضية لمنطقة الجزاء وكرة خطيرة وجول أول للفرس. هنا في استاد الأمير محمد حيث العودة إلى موسم كروي جديد طال انتظاره. درع المئوية في انتظاركم. المباراة الافتتاحية عبر شاشة الرياضية الأردنية. نجدد الترحيب بكم الفيصلي في مواجهة مغير السرحان في المباراة الافتتاحية لدرع المئوية حيث يتنامى الإنجاز. تتواصل المسيرة. جيل يسلم الراية لجيل مسلح بالقيم والمبادئ منذ تأسيس هذه المملكة. نعم منذ تأسيس الصافرة تنطلق. ونبدأ بسم الله وعلى بركة الله. الكرة التي مرت والتي عدت التصويبة الجميلة التي وصلت من أحمد شديفات لكن التصدي بقبضة اليد. نعم بقبضة اليد من نور الدين بني عطية تحولت نعم إلى ركلة ركنية. الضربة الحرة المباشرة لدى صيصة خطير. صيصة محاولة الله 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 الله. القصير المكير محبوب الجماهير معشوق الجماهير يأتي بالخبر السعيد يأتي بذاري الأهداف من أجل أن يحكم الفيصل القبض على ثلاث نقاط من أجل أن يضمن ثلاث نقاط ومن أجل أن يعبر من مباراة الافتتاح بثلاث نقاط. نعم من أجل أن تفرح تلك الجماهير يأتي صيصة ويسجل هدف التعزيز عن طريق يوسف أبو جلبوش الذي ظهر من ضربة حرة مباشرة. شاهد يا عيني يا السلام عند نيمار الغدار يخصم الأمور في الملعب الأولمبي في برلين. والخامسة لبرشلونة يا كرام اللقب الخامس في دوري الأبطال. مباراة تاريخية للمنتخب الطاجكستاني حيث أن هذه النتيجة وهذا الفوز الأول على منتخبنا الأردني. هناك تلعب الكرة لحسان حداد. حسان حداد داخل منطقة العمليات. الله جولاتو. هذا المنتخب الأردني وهذا يزن انعمات هدف التعادل بوقت قاتل بعد تمريرة متقنة رائعة من حسان حداد يزن انعمات ليضعها في مرمى طاجكستان معلنا هدف التعادل. نعم هذا المنتخب المتطور في السنوات الأخيرة منتخب طاجكستان لكن هدف تعادل مثير وهدف تعادل رائع جدا بلحظات مثيرة ورائعة من المباراة. في نهائي كأس السوبر الإسباني ستكون قمة غير عادية صحراء كروية بين برشلونة والملك مدريد. سنقلب الآن إلى تعليق رؤوف خليف. بسم الله الرحمن الرحيم
مشاهدينا الكرام متابعي قناة بين سبور، صح تابت اوقاتكم في كل مكان في الساره الاوروبيه الغير عاديه. هنا في اسبانيا المباراه الغير عاديه بين برشلونه وريال مدريد، نهائي دوري ابطال، نهائي دوري ابطال الغير عادي. اي يا حبيبي،